بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الاقتصادي المتجدد دائما على رأس الثالثة. وفي تفاصيله عقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة سير المشروعات المنفذة في قطاعات الشباب والرياضة والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، وذلك بحضور الوزراء المعنيين. وأكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء أن متابعة المشروعات يشغل ترتيبا متقدما على رأس أولويات الحكومة، وذلك من خلال الوقوف المستمر على معدلات التنفيذ أولا بأول والحرص على استكمال الأعمال المطلوبة لإتمام تلك المشروعات. الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات. يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لمتابعة سير العمل بمشروعات الأسمرات الثالث. وكان وزير الإسكان قد كشف عن الانتهاء من مشروع الأسمرات الثالث بعدد 7414 وحدة، مؤكدا أن الدولة وصلت لمعدل تنفيذ إنشاء وحدات سكنية تصل إلى 150 ألف وحدة في السنة. هذا ومن المقرر أن يعقد مدبولي اجتماعين لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والآخر بشأن المحاصيل الزراعية. افتتح وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار بحضور محافظ الإسكندرية محمد سلطان ثلاثة معارض تابعة لوزارة الإنتاج الحربي للمنتجات المدنية بمحافظة الإسكندرية. وأكد العصار أنه يتم تنفيذ هذه الافتتاحات في إطار خطة لتطوير 22 معرضا ومنفذ بيع على مستوى محافظات الجمهورية. وأضاف العصار أنه تم تطوير المعارض لتكون بشكل جاذب، كما تم تعيين عارضين شباب متخصصين في التعامل مع الجمهور وتطوير خدمة ما بعد البيع. ويتم حاليا الإعداد والتجهيز لافتتاح معرض رمسيس خلال الشهر الحالي. استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب، ولتفقد عدد من مشروعات الهيئة الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية. وقام الفريق مميش بتسليم عقود بعض الأراضي التي تم توقيعها خلال العام الماضي، مؤكدا أن الهيئة تهدف إلى دفع عجلة الاستثمارات وتوفير فرص العمل داخل المنطقة الاقتصادية. وأضاف مميش أن المنطقة بها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث تشهد مشروعات قومية عملاقة ستعيد الريادة إلى الاقتصاد القومي. توقع وزير السياحة يحيى راشد أن تشهد السياحة الدينية زيادة كبيرة في أعداد السياح فور افتتاح رحلة العائلة المقدسة أمام الزائرين. وقال الوزير إن تطوير السياحة الدينية أحد أهم إنجازات القطاع السياحي، لا سيما وأن الوزارة تهدف إلى استعادة الحركة السياحية إلى مستويات ما قبل عام 2011. وأشار راشد إلى أنه سيتم إطلاق حملة لإظهار التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة لرفع معدلات السياحة الوافدة. قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد أن استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم على أساس سنوي يعد إشارة واضحة على بدء تجاوز تأثير تحرير سعر الصرف. وأضافت السعيد أن انخفاض معدل التضخم يأتي في ضوء السياسة النقدية التي تتبعها الحكومة خلال الفترة الحالية، والتي تستهدف التضخم، لا سيما وأن الجهود المبذولة لتحفيز جانب العرض من خلال إتاحة السلع الأساسية للمواطنين في منافذ التسوق أو التسويق المتنقلة بهامش ربح منخفض وتحسن الإنتاج الزراعي، وهو ما انعكس بالإيجاب على تراجع أسعار المحاصيل الزراعية واللحوم والدواجن. تراجع عجز الميزان التجاري لشهر أكتوبر الماضي بنسبة 15.4%، وهو ما جاء بدعم من ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 21.5% لتصل إلى 2.24 مليار دولار خلال نفس الفترة أكتوبر الماضي.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض الواردات بنسبة 3.3% للشهر ذاته لتسجل 5.460 مليار دولار. وأشار البيان الصادر عن الجهاز إلى انخفاض قيمة العجز إلى 3.220 مليار دولار مقابل 3.790 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 15.4%. أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا دعم الوزارة الكامل لشركات القطاع العام العاملة في مجال التكرير والبتروكيماويات بهدف الانتهاء من المشروعات التوسعية وتأهيل تلك الشركات لبدء الانتاج بما يحقق هدفين أساسيين هما زيادة المنتج المحلي بالسوق المصرية وتعظيم عوائد تلك الشركات الوطنية. وشدد الملا خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركات الإسكندرية وأسيوط لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية، شدد على العمل بالتوازي في مشروعات التطوير والتحديث بشقيها الإنتاجي والتأميني ومسايرة التقدم العالمي في هذا المجال الحيوي. وأشار إلى أن شركات القطاع العام البترولي لديها من المقومات والإمكانيات ما يؤهلها لتقديم المزيد للصناعة والاقتصاد المصري، سواء من حيث المعدات والخبرات والكوادر البشرية المؤهلة وآليات ضبط منظومة العمل. أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل أن مصر تقدمت رسميا إلى تجمع السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا للحصول على منصب السكرتير العام للتجمع. وأشار إلى أن التوجه يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الدور المصري في القارة الإفريقية وتعظيم الاستفادة من عضويتها لتنمية وتطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول أعضاء الكوميسا، خاصة في ظل تنامي الصادرات المصرية إلى أسواق الكوميسا والتي بلغت 1.7 مليار دولار مقابل 600 مليون دولار واردات مصرية من أسواق الكوميسا. وقال الوزير إن هناك فرصة كبيرة لفوز مصر بهذا المنصب، خاصة أن إقليم الشمال والذي يضم مصر وليبيا والسودان لم يسبق له شغل هذا المنصب من قبل. عقدت اللجنة التنفيذية للصندوق تحيا مصر اجتماعها بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق واللواء محمد أمين إبراهيم أمين الصندوق والدكتور علي جمعة والمهندس محمد الأمين والمهندس نجيب سويرس. استعرضت اللجنة إجمالية التبرعات للصندوق والتي وصلت إلى 7.4 مليار جنيه، ووافقت اللجنة على تحويل الدفعة الثانية لدعم صندوق الإغاثة الفرعي لمحافظة شمال سيناء بقيمة 25 مليون جنيه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه من الصندوق في شمال سيناء 143 مليون جنيه حتى الآن. حددت وزارة الإسكان آخر موعد لتسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة العاشر من رمضان نهاية الشهر الجاري. وكان جهاز العاشر من رمضان قد بدأ تسليم عدد من قطع الأراضي السكنية والتي تم تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية التي تم إجراؤها في شهر نوفمبر الماضي. أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي عن فتح باب التقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية اعتبارا من الثلاثاء المقبل. وكانت وزيرة التضامن أكدت أهمية تعظيم الإيجابيات واستمرار تنفيذ برامج متنوعة للحج لتلبية احتياجات أعضاء الجمعيات الأهلية كافة من الفئات محدودة الدخل. واعتمدت والي ضوابط جديدة لاختيار المشرفين وفقا لاختبارات تحريرية وشفوية تجرى تحت إشراف الوزارة. قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه فتح حسابا مصرفيا لتحصيل كسور الشيكات توجه حصيلته إلى بعض المشروعات التنموية والخيرية. وأوضح المركزي في بيان له اليوم أنه سيجري خصم كسور الشيكات والحوالات المصرفية بعد الحصول على موافقة كتابية من العملاء.
ويتضمن القرار تحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل، وكسور العشرة جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية التي تتجاوز المليون جنيه، مع إعفاء الشيكات والحوالات حتى 100 جنيه وشيكات معاشات التقاعد. وقال البنك المركزي إن ذلك يستهدف خدمة الاقتصاد القومي، وعزاه إلى عدم صرف كسور قيمة الشيكات أو الحوالات المصرفية التي يتم صرفها عن طريق شباك الصرف للعديد من العملاء. وطالب المركز البنوك بفتح حساب جديد لديها لتجميع الحصيلة من الكسور وتحويلها إلى الحساب المفتوح لديه نهاية كل شهر، ليقوم بتحويل رصيد حساب كسور الشيكات إلى صندوق تحيا مصر. أيضا طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليارا ونصف المليار جنيه، وذلك عبر طرحين، الأول لأجل 182 يوما بقيمة 6 مليارات و700 مليون جنيه، والثاني بقيمة 7 مليارات و700 مليون جنيه لأجل 357 يوما. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الجاري إلى 370 مليار جنيه، يتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وهي أدوات الدين الحكومية نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. قال نائب محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان لبنى هلال، قالت إن الضمانة التي منحها البنك مؤخرا لصالح الشركة بقيمة ملياري جنيه ستوفر تغطية لمحافظ قروض بقيمة تصل إلى 30 مليارا. وأشارت إلى أن تفعيل تلك الخطوة من شأنه تعزيز نشاط إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. وإلى تعاملات البورصة المصرية، والتي سيطرت الارتفاعات الجماعية على أداء مؤشراتها بنهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع، فيما يواصل مؤشر إي جي إكس 30 الرئيسي تحقيق قمم تاريخية جديدة. فارتفع مؤشر إي جي إكس 30 الرئيسي بنسبة 34 من 100%، كما زاد مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.98%، كما ربح مؤشر اي جي اكس 100 الأوسط نطاقا بنسبة بلغت نحو نقطة وربع النقطة المئوية. إيهاب سعيد على الهاتف، عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية. أهلا بك أستاذ إيهاب على شاشة أون لايف. يعني مؤشرات قوية جدا إن كان للثلاثينية وحتى المؤشرين الآخرين، يعني لماذا كل هذا الصعود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة هو الصعود مش غريب، احنا بقالنا بنصعد أكثر من جلسة دلوقتي. الأداء بشكل عام إيجابي من بعد ما تجاوزنا مستوى 15,000 نقطة، والنهاردة بنحقق مستوى تاريخي جديد عند 15,242 نقطة لم يشهده مؤشر إي جي إكس 30 من قبل. نفس الموضوع يمكن كمان في مؤشر إي جي إكس 70، وصلنا إلى 850 نقطة النهاردة، وتجاوزنا آخر مستوى سعري وصلنا له في ديسمبر، بس يمكن بأرقام طفيفة قوي، يمكن أقل من نص نقطة، لكنها كلها مؤشرات على الاتجاه الإيجابي دي البورصة المصرية خلال الفترة القادمة. يمكن بس اللي بيقلقنا شوية هو مسألة قيم التعاملات، لسه ما زالت حول المليار جنيه، لكن طبعا مع الأرقام دي من المتصور ان الفوليومز او قيم التعاملات تتجاوز المليار ونص وتصل الى 2 مليار جنيه، عشان تؤكد بس الاتجاه الإيجابي اللي احنا بنتحرك فيه. يمكن معظم الأسهم القيادية يعني ما زالت بتتحرك بشكل عرضي، ودي برضو من المؤشرات مش ايجابيه قوي، لكن اتصور ان هي خلال الفتره اللي جايه كله هيستعيد الاتجاه الصاعد، والاسهم هتستمر في دعم اداء مؤشر اي جي اكس 30 ان شاء الله. نعم، ولكن كيف نفهم اذا انه المؤشرات صاعده بكل هذه الارقام والصعود، ربما هذه الجلسه الرابعه والثالثه على التوالي لصعود قوي، وان السيوله ما زالت منخفضه بتتراوح فوق المليار بحاجه بسيطه، يعني كيف نفهم؟
يعني زي ما قلت لحضرتك دايما هي في بدايات الكسور او الاختراقات المستويات التاريخيه ما بتكونش الفوليومات عاليه قوي في بدايتها، لان المستثمر بيبقى لسه عنده نوع من التردد نسبيا او القلق وعدم التاكد، ما فيش رؤيه واضحه قوي لحد ما بيبتدي يستعيد او ياخد الثقه، فبنبص نلاقي الفوليومز بيزيد تدريجيا، بالاضافه طبعا ان احنا عندنا بعض الامور اللي يعني بتاثر بشكل كبير على مستويات الفوليوم، هنا مثلا ضريبه الصبغه اللي ما زالت موجوده ومطبقه وبالتالي دي بتاثر برضو على قيم واحجام التعاملات. اذا ما قارنا بنفس الفتره من العام الماضي اللي كانت بتتبع فتره تحرير سعر الصرف اللي كنا بنصل فيها بقيم التعاملات الى ما يتجاوز ال 2 مليار، كنا بنصل الى 2 مليار ونصف المليار جنيه كمان في هذه الفتره يمكن. بس لما بدا تطبيق ضريبه الدمغه حصل الدروب الكبير في الفوليوم ونزلنا الى اقل من مليار جنيه. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايهاب سعيد عضو مجلس اداره شركه اصول لتداول الاوراق الماليه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. وإلى أسواق المال العربية، حيث سيطرت الارتفاعات الجماعية على أداء مؤشراتها أيضا بنهاية آخر جلسات الأسبوع باستثناء بورصتي دبي والبحرين. البورصة الكويتية قواعد تنظيمية جديدة تلغي من خلالها المؤشرات السعرية وتعتمد المؤشرات الوزنية فقط، ويبدأ العمل بالقواعد الجديدة بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الثانية لمشروع تطوير السوق. شملت التعديلات تقسيم البورصة إلى ثلاثة أسواق هي السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات مع إلغاء السوق الموازي، وسيتم تطبيق نظام فواصل التداول للأسهم بحيث يعقد مزاد لمدة دقيقتين عند ارتفاع سعر السهم أو انخفاضه بنسبة تصل إلى 5%، ومن ثم الحصول على سعر مرجعي جديد يبدأ التداول على أساسه بعد فترة المزاد. كذلك تم تعديل إجراءات إدراج الأسهم في البورصة ليتم إلغاء شرط 5% ربحية للسهم لسنتين متتاليتين. وقالت بورصة الكويت إنها ستقوم بإعلان قائمة الشركات بالسوق الأول مطلع الأسبوع المقبل. على الهاتف من الكويت بيهاتفنا من هناك الأستاذ فهد سهيل الياسين، مدير محافظ بإدارة الأصول الإقليمية شركة الوطني للاستثمار. أهلا بك أستاذ فهد، بداية مرحبا بك طبعا على شاشة أونلايف. كل هذه التفاصيل قبل أن نفهمها نريد معرفة ما هو الهدف من تطوير السوق أساسا، يعني لماذا كان التطوير؟ مساء الخير عليكم المشاهدين، شكرا على الاستضافة. في الحقيقة هذه المبادرات أتت ضمن خدمة من المبادرات اللي يعتبرها البورصة حاليا في سبيل تطوير البورصة وتطبيقها للوصول إلى موائمة أكثر مع البورصات في الإقليم. تهدف أيضا هذه المبادرات إلى جعل السوق الكويتي جاذب أكثر لاستثمار الأجانب، وأيضا جاذب أكثر للاستثمار المؤسسي، وإن شاء الله يكون أثر إيجابي على سيولة السوق. يبدو أن الصوت يعني لا يصلني بالشكل الواضح بما يكفي، ولكن حين الدخول إلى التفاصيل، يعني مثلا إلغاء المؤشرات السعرية واعتماد المؤشرات الوزنية فقط، لو توضح لنا يعني الفرق للمشاهد الذي لا يعي الفرق. شوف الحين تسمعيني عدل؟ نعم الحين صوتي مسموع عدل؟ تفضل يا فندم تحدث. اي نعم، بالنسبة حق الغاء المؤشرات، في السابق كان في عندنا مؤشرين، ثلاث مؤشرات. مؤشرين يتم حسابهم على اساس الاوزان النسبية لمكونات هذه المؤشرات. كما كان عندنا مؤشر واحد اللي يعتمد الاسعار في مكونات هذا المؤشر. البورصة حاليا في صدد الغاء جميع المؤشرات اللي موجودة حاليا بما فيها المؤشر السعري،
واللي هو محل النقاش حاليا وإضافة مؤشرات جديدة وزنية تعتمد نفس طريقة حساب المؤشرات الوزنية اللي موجودة عندنا حاليا. أما بالنسبة لإلغاء المؤشر السعري فالمؤشر السعري هذا جاء إلغاء يعني اعتقادنا، لأن المؤشر السعري لا يمثل أو لا يرشد للاتجاه العام للسوق. تعلمين أن السوق في شركات كبيرة جدا أوزانها النسبية عالية جدا، لكن بنفس الوقت أسعارها مستويات السعرية منخفضة فيه، بينما هناك شركات صغيرة جدا بينما مستويات السعرية عالية جدا. ممكن نلقى شركات سعرها 100 دينار لكنها يمكن تكون أكبر شركات في السوق، بينما شركات صغيرة جدا لا تمثل يمكن 2 أو 1 دينار من السوق لكن سعرها يمكن دينارين أو 3 دنانير. فبالتالي أي حركة بالأسهم اللي أسعارها عالية مثل الأسهم الصغيرة هذه كان يأثر على اتجاه السوق، بينما الاتجاه هذا يأثر على اتجاه المؤشر السعري، بينما التغيير هذا لا يمثل الاتجاه العام في السوق. يعني ممكن السهم اللي سعره دينارين أو دينارين ونص ينخفض بشكل نظري معدل 20%، بينما السوق لم ينخفض بهذا المعدل. وضحت هذه النقطة إذا. فلا يمثل. طيب أيضا تقسيمات السوق هنا أستاذ فهد، يعني حينما نذكر البورصة الكويتية معنى ذلك أن لدينا سوق أول ورئيسي ومزادات أم كيف يعني لا نفهم؟ يعني هذه كلها كانت هذه مبادرات يعني تفرق ما بين الشركات اللي تلتزم يعني مثلا السوق الأول. في شركات ملتزمة بإصلاح بالعربي والإنجليزي، شركات لها قيمة سوقية محددة لا تنخفض عنها، إضافة إلى معدل تداول قيمة تداول يومية لا تنخفض عنها، بالإضافة إلى أنها شركات تجتمع مع المحللين وتبين لهم التغيرات التي حدثت في أدائهم في الخطط المستقبلية لهم بشكل ربع سنوي. فهذه نوعا ما صفوة الموجودة بالسوق، فرأس البورصة أن تضعها السوق مفصول لها بحيث أن هذه هي الشركات التي تكون جاذبة أكثر للاستثمارات، بينما تضع شروط أخف، خلنا نقول يعني شروط أسهل تضع فيها باقي شركات السوق، وهي يعني سمتها السوق الرئيسي، في معدل سيولة معدل تداول أقل، ولا تلتزم في الإصلاح مثلا أن يكون عربي وإنجليزي، فقط عربي لا تلتزم في الاجتماع مع المحللين. فهذه يعني نوعا ما حق الشركات اللي لا تريد أن تعمل الكثير من التواصل مع الشارع الاستثماري أو جذب المزيد من الاستثمارات، فهي بالنتيجة ستقع في هذه الأنواع من الأسواق. بينما سوق المزادات والسوق لا يعني هو بشكل بسيط جدا هو للأسهم الكاملة التي تجد صعوبة في التداول بشكل يومي في السوق، وتجد أيضا يعني صعوبة في التواصل مع المحللين. هذا أيضا يعني يقع على عاتق الشركات في تغيير أوضاعها وتأمين نفسها في أن تدخل في السوق الأول أو في السوق الرئيسي أو في السوق المثالي. فالبورصة وضعت قرار وجود الشركات في أي نوع من أنواع هذه الأسواق لإدارة الشركات المساهمة. بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا على الهاتف أستاذ فهد سهيل الياسين مدير محافظ بإدارة الأصول الإقليمية شركة الوطني للاستثمار. فاصل قصير نعود بعده لنتابع. الدولية لضمان الاستثمار تقدم ضمانات لمصر لبناء أكبر مجمع للطاقة الشمسية. أربعون شركة نسيج مصرية تنافس الشركات العالمية لزيادة الحصة التصديرية. من جديد
جديد أهلا بكم. شاركت مصر بمعرض هايم تكستايل الدولي بألمانيا حاليا بنحو 40 شركة مصرية في خطوة لزيادة الصادرات المصرية خلال العام الجاري، وتتنافس الشركات المصرية مع 1600 شركة أجنبية من مختلف الدول على زيادة حصتها بالأسواق الخارجية. وأطلق المشاركون على هامش مشاركتهم في المعرض مبادرة جديدة بعنوان الزراعة من أجل التصنيع والتصدير. وقال رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أحمد مصطفى إن الطفرة التي شهدتها صناعة الغزل والمنسوجات خلال العامين الماضيين ترجع للتعاون ما بين القطاعين الخاص والعام، مضيفا أن المعرض نافذة للشركات المصرية للوصول إلى العالمية. المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات معنا على الهاتف، أهلا بك مهندس سعيد. ما هي هذا المعرض وما أهمية مشاركة مصر في مثل هذه المعارض؟ الحمد لله مصر اشتركت في المعرض ده بأربعين شركة، وكان المنتج المصري مشرف جدا 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 الحمد لله رب العالمين، وقدرنا نحصل على طلبيات كويسة جدا، وبمشيئة الله هيكون في توسعات في القطاع. نعم، هذا المعرض هو بخصوص ماذا يعني؟ هو بتتنافس المعرض اللي هو أكبر معرض المفروشات في العالم، وبتنافس فيه أكتر من 1600 شركة من 130 دولة، وبيبقى المنافسة شديدة جدا 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 ما بين المنتجات العالمية كلها والمفروشات، وبتحضر فيه أحدث صيحات في المفروشات. وبنقدر منه نعرف موقف القدرة التنافسية للمنتج المصري مقارنة في السوق العالمي بتقول إيه بالظبط. طب هل بتعطينا أرقام مثلا أستاذ سعيد؟ يعني حضرتك ذكرت أن أنتوا وصلتوا لمعدلات تنافسية كبيرة. الحمد لله رب العالمين، المنتج المصري بدأ بالجودة بتاعته، معروف بالجودة لأن كلمة قطن مصري لوحدها بتبيع، وعندنا حافزين كويسين في صالحنا القطن المصري والموقع الجغرافي لمصر، فالنهاردة بيفضلوا من هم يشتروا من مصر عن ما يشتروا من الفار إيست، لأن ممكن البضائع المصرية توصل من 3 أيام إلى 11 يوم للسوق الأوروبي، بينما في الفار إيست بتقعد أكثر من شهر و45 يوم عشان توصل. فإحنا فرصتنا كبيرة جدا والحمد لله، واشتركنا ب 40، ومشيئة الله إن شاء الله إن شاء الله السنة الجاية نشترك بعدد أكبر من الشركات. النسبة المستهدفة للصادرات مرة أخرى ما هي المستهدفة؟ النسبة المستهدفة للصادرات 20%، لكن لو تمت بعض التعديلات إن شاء الله وقدرنا نطور ونحدث في الصناعة ممكن نزيد عن 20% زيادة في الصادرات. أنتم أيضا أعتقد هناك معرض آخر للسجاد في ألمانيا أيضا في معرض السجاد تحديدا. تمام، هنوفر دلوقتي وده هيبدأ إن شاء الله بعد بكرة مباشرة، وده بتشترك فيه مصر، ودائما مصر بتاخد الجائزة الأولى في السجاد كل سنة بمشيئة الله تحصل عليها السنة دي كمان. طيب ماذا حققتم حتى الآن باشمهندس سعيد من مبيعات؟ احنا حققنا يعني يكاد يكون في شركات قدرت انها يعني تملى الست شهور الأولانيين، في شركات بدأت الكباسيتي بتاعتها لغاية شهر 6 تتملى من المعرض ده. يعني بدأت كويس جدا 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 جدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا على الهاتف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات، شكرا جزيلا لك. كشفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع عن قيام الجهاز بضخ 4.8 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد الوطني لتنفيذ العديد من المشروعات ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي بنسبة زيادة بلغت 25% عن عام 2016. وأشارت إلى أن الجهاز قام بتمويل نحو 224 ألف مشروع بقيمة 4.5 مليار جنيه في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما أتاح نحو 305 ألاف فرصة عمل، بالإضافة إلى ضخ نحو 321 مليون جنيه خلال عام 2017 لتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالة. نعم.
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير عددا من طلبات الإحاطة والطلبات المقدمة من النائب محمد فؤاد حول عدم التزام عدد من شركات القطاع العام بتفضيل المنتج المصري عن الأجنبي بحضور عدد من ممثلي الوزارات خاصة البترول والصناعة والإسكان. هناك قانون رقم 5 سنة 2015، القانون ده بيدي تفضيل واضح وصريح للمنتج المحلي حتى بأفضلية، حتى لو السعر بتاعه كان 15% أكثر من السعر بتاع المنتج المستورد، لكن يوجد أن هناك العديد من الشركات العاملة في قطاع الأعمال تضرب بهذا الموضوع عرض الحائط، وهذا أمر لن يكون، ويجب أن نستوضح من الوزارات المعنية لماذا يتم هذا الاختلاف. الوقت أو الشروط اللي حضراتكم بتحطوها ليه أشتري من بره؟ يمكن ده دور الانعقاد الثالث، أنا كنت حاضر في دور الانعقاد الثاني أكتر من مرة، طلبات إحاطة في شأن في نفس الموضوع. في قانون موجود بس هو غير ملزم على بعض الجهات، فاحنا في حصل ان في طلب إحاطة مقدم النهاردة لقطاع البترول، ان في شركة استوردت كابلات من الخارج وفي أكتر مصانع كابلات والإنتاج أزيد من الطلب منه في مصر، فبالتالي ده طلب الإحاطة هيستخدم لإعادة دراسة القانون ونشوف كيفية إلزامه على الجميع حتى لا تتأثر الصناعة بتاعتنا. على الهاتف معنا النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان. أهلا بك أستاذ أحمد على شاشة أون لايف. لو تعطينا يعني هي طلبات الإحاطة ماذا جاء فيها بالتفصيل بخصوص المنتج المحلي؟ أهلا وسهلا بحضرتك. يمكن إحنا امبارح عملنا اجتماع طارئ ما كانش موجود على جدول الأعمال للجنة الصناعة لمناقشة طلب إحاطة أو طلبين إحاطة مقدمين من النائب محمد فؤاد بشأن قيام بعض شركات قطاع الأعمال العام أو بعض الوزارات بشراء عقد عمل مناقصات وشراء بعض المهمات من الخارج مع وجود مثيل ليها مصري. يمكن كان في قرار صادر أو قانون قرار بقانون صادر في برقم 5 لسنة 2015 صادر من رئيس الجمهورية وأقره البرلمان في بداية الفصل التشريعي مع حزمة القوانين اللي تم إقرارها، بيفضل بيدي الأفضلية للمنتج المحلي حتى بنسبة 15% إذا استوفى نسبة المكون المحلي. يعني النسبة لازم تكون على الأقل 40% محلي، وده اللي احنا امبارح شفناه في مخالفة صريحة موجودة لشراء بعض المهمات من الخارج مع العلم بوجود مثيل لها مصري موجود. وما كانت المبررات يعني هل كان في مبررات؟ احنا لغاية دلوقتي هم طلبوا مهلة للرد علينا الاسبوع، مدينهم الاسبوع نشوف الحكاية ايه، ولكن احنا قررنا امبارح في نهاية الاجتماع بتاعنا ان احنا هنعقد نفس الاجتماع شهريا لغاية لما نغطي ثغرات القانون اللي كانت موجودة اللي بنقدر تقدر بيها الشركات انها تطلع تشتري من بره. يعني الاجتماع ده هينعقد وهندعو جميع الجهات الحكومية كل شهر نراجع معاهم العقود اللي هم أبرموها وادوا فرصة للمنتج المحلي ولا لا. المنتج المحلي النهاردة المصري في جودة بيصدر وبلاقيه بيروح يشتري من بره. فالأسئلة اللي كانت موجودة امبارح، يعني هل انت النهاردة هل أنا عندي الرفاهية ان انا عندي عملة صعبة ان انا اقدر اشتري من بره؟ ايه مبرراتك زي ما حضرتك بتسأل؟ صحيح، ايه هي المبررات؟ هل انت النهاردة بتضرب بعرض الحائط قانون؟ هل انت النهاردة مش شايف الأهمية والبعد الاجتماعي لشرائك منتج مصري بجودة؟ طب ولا هل أنت النهاردة عندك أسباب تانية تقدر تعرضها؟ طب وهل يمكن تطرقتم لفكرة استئجار يعني المهمات كما ذكرت بدل الشراء؟ مش كل الوزارات بتبقى تقدر إنها يعني تبقى الطلب دوت، هي بتختلف من 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 مناقصة لمناقصة بس هو مطروحة طبعا، ولو في حد بيقدر يوفر لهم الحكاية دي طبعا أفضل له وهيوفر على البلد أكثر. طيب هنا طلبات الإحاطة يعني ستستخدم لتنفيذ القانون اللي هو قانون تفضيل المنتج المحلي، كيف أستاذ أحمد وخصوصا أنه في أكثر من لجنة أعتقد يجب أن يمر عليها المزايدات أو المناقصات، لجنة تفضيل المنتج، لجنة ترشيد الاستيراد، يعني كل هذا طب كان أين ذهب؟ في بعض الحاجات بتجيب من الأول، بنبدأ في بعض عايز أعمم يعني، ولكن بعض الأوقات بيتحط شروط
هنقدر نقول صعبه، ملهاش علاقه برضو بالمواصفات قوي، بيتشدد قوي، فبيبدا النهارده ان هو يبقى قدامه ان هو يقدر يستورد من 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 منتج مثيل له، بس بيتحط شروط هو مش محتاجها. يعني انا مش محتاج كل الكلام ده، او بتتحط مواصفات اكتر من الطلب على الـ على الـ على اداء المهمه دي، فبالتالي بيقدر ان هو يعدي. وده اللي احنا بنشوفه بعد كده في تعديل القانون. يمكن وزاره التجاره والصناعه دلوقتي بتعدل القانون، القانون موجود في مجلس الدوله، هيخلص من هناك ويبدا، يعني هم عدلوا القانون، هيبدا ان بعد كده يتناقش ان شاء الله لما يجي مجلس النواب في لجنه الصناعه. نعم، كان ما يقال عن هذا القانون انه في جزئيه بتستثني بعض الجهات في الدوله، انه يعني ما يطبقش عليها هذا القانون بشكل او باخر. هل هذه الجزئيه سيتم تعديلها، وايضا ما الجزئيات؟ هيتم مناقشتها يا فندم، واذا اضطرت يعني الحاجه اعتقد ان هيكون فيها حاجه ليها، اعتقد انها هتتعدل. هو قانون 2015 أليس كذلك؟ خمسة، قانون رقم 5 لسنة 2015 و15 صحيح. ما هي قرار بقانون ما هي الجزئيات أيضا التي تطالبون بتعديلها أستاذ أحمد؟ القانون الحكومة الحقيقة هي اللي بتعدله. فإحنا بنشوف النهاردة، كان امبارح الحكومة طلبت أنها تكون في لجنة زي ما حضرتك ذكرتي، لأي رقم، أي مناقصة يعني فوق 10 مليون جنيه. احنا محتاجين ان احنا نشوف برضو الارقام دي. انا عندي مجموعة مشاريع غير مسبوقة حصلت في الثلاث سنين اللي فاتوا، ويمكن هي يعني احنا طبعا لا ننكر ان احنا في حاجة الى هذه المشاريع، ولكن هي برضو احد الاساليب اللي بنعالج فيها الاقتصاد. نظريات الاقتصاد العالمية بتقول كده، مش نظرية احنا اللي عاملينها، انت في وقت الركود الاقتصادي انت بتلجئي حضرتك للمشاريع دي. ففي نفس الوقت ما ينفعش ان انا اكون بعالج نقطه معينه والهدف منها ان انا اشغل مصانع واشغل الصناعه الوطنيه واعمل حركه وسلوله داخل البلد، والاقي ان الحكومه نفسها بتلجأ انها تشتري من بره او تشتري من الخارج. نفس الوقت اللي المصانع دي بتصدر بيه برضه لدول، يعني لدول كتير. هي ما تتحدث عنه ايضا اللجنه المختصه لامرار اي مناقصه عليها فوق ال 10 مليارات جنيه، هو تم تخفيضها بالفعل فوق ال 10 مليون جنيه. بس هو فوق ال 10 مليون، فوق ال 10 مليون، ولكن ما اعلمه انه تم تخفيضها الى مليون جنيه لمنع التحايل. لغايه دلوقتي لا، احنا مع الدفتر امبارح في الاجتماع من قبل ممثل وزاره الصناعه كانت 10 مليون. يعني حتى الان هي 10 مليون. طبعا القرار في الاخر بيكون قرار البرلمان، يعني قرار ال نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا النائب احمد سمير رئيس لجنه الصناعه بالبرلمان، شكرا جزيلا لك. قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات مالية بقيمة 102 من الملايين و600 ألف دولار لمساندة إنشاء وتشغيل وصيانة 6 محطات للطاقة الشمسية في مصر. ومن المخطط أن تصل قدرة محطات توليد الكهرباء مجتمعة إلى 250 ميجاوات، وتمثل هذه المجموعة الأولى من إجمالي 12 مشروعا وافق عليها مجلس إدارة الوكالة لمساندة برنامج تعريفة التغذية بالكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر. الدكتور محمد صلاح السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، أهلا بك دكتور محمد. يعني ما هي تفاصيل هذا المشروع؟ أهلا وسهلا يا فندم. أهلا حضرتك. المشاريع الطاقة الشمسية اللي هتتم في منطقة بنبان في المنطقة الجنوبية من مصر، جنوب أسوان، هي مجموع المشاريع هيصل إلى ما يزيد على 1500 ميجا وات، 1500 ألف كيلو وات. ده يعتبر أكبر تجمع شمسي لمحطة شمسية حول العالم، فإن شاء الله بنهاية عام 2018 هيبقى عندنا هذا المجمع الشمسي. تم إعداد محطات الكهرباء اللي هتوصل هذه الكهرباء المنتجة من هذه المحطات الشمسية إلى الشبكة الموحدة في مصر. عظيم. بيشترك في هذه المشاريع حاليا أكثر من 34 تحالف فني وهندسي مصري واجنبي وعربي، اكثر من 34
تحالف فيها. مفروض ان اول محطه اللي هي 50 ميجا تم دخولها على الشبكه وبدات تضخ كهرباء على الشبكه الموحده في شهر نوفمبر 2017، يعني في اقل من شهرين مضوا. وباذن الله تباعا ده هيوصلنا الى ما يزيد على 1500 ميجا وات، يعني ودي الاستثمارات بتاعتهم بتصل الى ما يقرب من 1.5 مليار دولار امريكي. وده من الاستثمارات الكبيرة جدا جدا على مستوى مصر حاليا. بيشارك في تمويل هذه المشاريع عدة جهات من جهات التمويل الدولية، زي بنك الاعمار الاوروبي، بنك الاعمار للتشييد والبناء، البنك الافريقي، البنك الدولي، مؤسسة البنك الدولي من خلال الاي اف سي. فبيشارك فيها كثير من هيئات التمويل الدولية، بالإضافة إلى التمويل من البنوك المصرية بالنسبة للأجزاء المحلية اللي هتصل تقريبا إلى 30% من حجم هذه المشاريع. كل هذا يعني هل سيحقق استراتيجية الحكومة في انه يتم توفير 20% من الكهرباء، توليد الكهرباء يعني بحلول 2020، وما هي الإضافات ايضا الاخرى؟ هو كلام حضرتك، هو الوصول الى هذه المستهدف 20% من الطاقه الكهربائيه تكون من الطاقه المتجدده بحلول عام 2022. ده هيتم بالاضافه الى المحطه الشمسيه ديت او مجموعه المحطات الشمسيه الصغيره اللي هتجيب المحطه الشمسيه الكبيره، بالاضافه الى الطاقه المائيه من السد العالي، بالاضافه الى ما يصل الى 2000 ميجا وات من محطات الرياح، وده هتتم اصلا في منطقه خليج السويس. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد صلاح السبكي، رئيس هيئه الطاقه الجديده والمتجدده، كنت معنا عبر الهاتف. لازلنا معكم وبعد الفاصل. تراجع اسعار الغذاء العالميه 3.3% نهايه ديسمبر. من جديد أهلا بكم. قرر وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصلحي بدء الأوكازيون الشتوي اعتبارا من منتصف يناير الجاري ولمدة أسبوعين في مختلف المحافظات. وأضاف الوزير أنه يشترط على الراغبين في الاشتراك الحصول على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابعين لها، مؤكدا تكثيف الحملات الرقابية خلال فترة الأوكازيون للتأكد من العروض والحفاظ على حقوق المستهلك. وقال مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية أيمن حسام الدين أن أصحاب المحلات التجارية التي ستشارك في الأوكازيون الشتوي لهم الحرية في اختيار نسبة تخفيض أسعار السلع الخاصة، شرط أن يكون التخفيض حقيقيا، وشدد على ضرورة أن تكون السلع المعروضة جيدة ومطابقة أو مطابقة للمواصفات القياسية، وأن تعلن الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع قبل وبعد التخفيض حتى يمكن للمشتري التأكد من حقيقة التخفيض. معنا على الهاتف الأستاذ يحيى زنانيري، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية. أهلا بك أستاذ يحيى. بداية يعني فكرة أن يتم ترك الهامش الأوكازيون للتجار، يعني كيف نفهمه؟ أليس هناك حد أقصى أو حد أدنى؟ لا، هو شيء طبيعي لأن الأوكازيون ده برغبة المتاجر وحسب ظروفه. الناس مش تخصص الأوكازيون، ممكن الأوكازيون مش إجباري، الأوكازيون اختياري. فبالتالي نسبة التخفيض بتبقى اختيارية، كل تاجر عنده ظروفه. في تاجر بيبقى عنده بضاعة راكدة بنسبة عالية بيضطر يعمل نسبة عالية فقط، في تاجر بيبقى بضاعة. فهو نسبة الخصم دي بتخضع لتقدير التاجر. وده شيء، وهي دي التجارة الحرة، يعني التجارة الحرة. طيب طالما لكن هو مجبر على انه ياخذ تصريح من وزارة التموين. بالظبط. وبالتالي يكون خاضع لمراقبة وزارة التموين. اها.
طيب طالما انه اختياري يعني، طب لماذا يعني سافعل هذا الاوكازيون او ساخفض من اسعار الملابس لدي؟ هو في الاوكازيون في الغالب او في العالم كله في اوكازيونات، والفلسفه بتاعتها الاساسيه الاوكازيون يكون في اصل الموسم، بحيث ان التاجر يكون بايع مثلا 70% من البضاعه اللي عنده فاضل 30 مثلا، فلا بأس ان يكون كسبان في ال 70 يوم، ممكن يخسر في 30 فتتعادل الموضوع يطلع في النهار في النهايه كسبان. لكن احنا في ظروفنا الحقيقيه دي احنا ما بنعمل الاوكازيون بدري شويه، لانه كان في حاله سكوت شديد جدا في السوق، واغلب التجار كان تقريبا ما فيش مبيعات عندهم، فكان من المصلحه ومصلحه المستهلك في نفس الوقت انه ياخد مساحه اكبر يشتري فيها البضاعه الشتويه. فكان تفكير الاوكازيون مصلحه لكده من التاجر والصانع والمستهلك. احنا بطرنا العلم قبل كده المواعيد، الاوكازيون كان بيتعمل في اوائل فبراير. اتحاد الغرف التجاريه راى الظروف الاقتصاديه الحاليه انه من الافضل ان يبكر او يقدم 15 يوم عشان ندي مساحه للمستهلك افضل، وندي فرصه للتاجر والصانع اللي هو في حاله سقوط ان تنتشر. طيب الوزاره هنا كيف ستراقب وكيف ستعلم ان هذا الاوكازيون حقيقيا ام لا؟ المفروض ان الوزاره لها اليتها اللي هي مباحث التمويل، فهي بتراجع كالاتي، هي بتشترط قطعا ان العمل الاوكازيون يكون كاتب سعرين، السعر قبل الاوكازيون والسعر بعد الاوكازيون. وبالتالي فلو ما فتش تمويل ما ينتجر مجبر ان يكون عنده فواتير تثبت السعر اللي هو قبل الاوكازيون. حتى لا يحصل اي خلل يعني. لا ممكن الرقابه طبعا. يعني في رقابه أكثر. في رقابه من نوع اخر، رقابه مننا احنا اصحاب المصانع للتجار، لان احنا اللي بنمنحهم نسبه الخصم. فهو لازم يلتزم بنسبه الخصم اللي انا مديها له. لانه انا كمصنع انا اللي بدي التاجر بقول له اعمل خصم على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده. فهو لازم يلتزم بنسبه الخصم اللي انا مديها له، ما يقدرش يتلاعب فيها. ويضع ارقام غير صحيحه يعني مثلا. مش معقول انزله خصم وادفعه من جيبي وبعد كده هو ما ياخده من الزبون، لا ما انا براقبه برضه. صحيح. يعني انا كصاحب مصنع انا بشكرك. وقت انتهى. استاذ يحيى زنانيري نائب رئيس الشعبه العامه للملابس الجاهزه بالاتحاد العام للغرف التجاريه. اجتمع نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كوجوك بعدد من الكوادر الشابة بالوزارة والحاصلين على الدورات التدريبية. وأكد كوجوك أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى هذه الكوادر البشرية والتعرف على الإمكانيات والمهارات الخاصة بهم. وقال كوجوك أن الوزارة تتحرك بفكر مؤسسي مبني على جهود وإنجازات الفترات السابقة واستمرار التطوير والتحديث للأفكار وآليات العمل. وأضاف نائب الوزير أن الاجتماع هو البداية العلمية السليمة لوضع منظومة تطوير عصرية تستطيع من خلالها أو نستطيع العمل بشكل مؤسسي ومستمر في تحسين ورفع كفاءة العمل طبعا بوزارة المالية. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في ديسمبر الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، في ظل انخفاض حاد في أسعار الألبان والزيوت النباتية والسكر. وسجل مؤشر أسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 169.8 نقطة في ديسمبر الماضي، منخفضا 3.3% من نوفمبر الماضي، وبلغ المؤشر 174.16 نقطة في 2017، مرتفعا بنسبة 8.2% عن 2016، مسجلا أعلى قيمة سنوية له منذ 2014. في النهاية نذكر بالعناوين دائما. القائم بأعمال مجلس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة سير المشروعات المنفذة في القطاعات المختلفة. محلب ومميش يتفقدان مشروعات الهيئة الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية. تراجع عجز الميزان التجاري 15.4% وارتفاع في الصادرات 21.5%. انتهت هذه الساعة لهذا اليوم ولهذا الأسبوع، ألقاكم يوم الأحد القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.